للحديث عن التظاهرات والاعتصامات في بغداد ينضم إلينا الناشط من هناك عبد الله الفراجي. مرحبا بك معنا سيد عبد الله. تسويف حكومي مترافق مع قمع متواصل، الثورة لا تزال مستمرة، لماذا لم تدرك الطبقة السياسية حتى الآن أن المتظاهرين لن يقبلوا بالحلول الترقيعية؟ أهلا بك أخي، تحية لك ولمشاهديك ولقناتكم الموقرة. أخي، السلطة باتت مدركة تماما بأن التسويف والمماطلة والتأخير في الاستجابة للمطالب الشعبية بات يعني شيء من السياسة الرسمية الحكومية التي تتبعها. الحكومة أوشكت على أن تستخدم العنف المفرط، يعني ما جرى في يوم 6 من هذا الشهر في ساحة اعتصام النجف، ثم تلاها اليوم الثاني في ساحة التربية اعتصام كربلاء، هذا يعزز كلامنا أن الحكومة استنفذت كل حلولها، استنفذت كل حلولها تسويف المماطلة وقمع المتظاهرين في شتى الوسائل، محاولة إنهاء الاعتصام وفض الاعتصامات عبر دفع مقتدى وسرايا السلام والقبعات الزرق الاحتلال المطعم التركي وجسر الجمهورية وساحة التحرير، والاعتداء على العديد من الناشطين، لأن الحكومة فشلت فشلا ذريعا. الثورة لا تزال مستمرة. أعتقد أن الأمر ليس بيد الحكومة الآن، خرج من يد الحكومة. أعتقد أن الأمر الآن متعلق خصوصا ما يتعلق بتنصيب رئيس الوزراء، الأمر متعلق بيد إيران، علي خامنئي وكوثراني وغيرهم من المسؤولين الإيرانيين يشرفون على الملف العراقي إشرافا مباشرا. المسؤولين العراقيين هم فقط أداة التنفيذ، مقتدى وسرايا السلام، سرايا السلام التابعة له حاولوا جاهدين الى حد يوم امس. نعم، اردت ان اسالك انتم نعم سيد عبد الله، اردت ان اسالك حول ما جرى يوم امس من اجتماع لوفد من اتباع التيار الصدري مع بعض المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التحرير، ما الذي تمخض عن هذا الاجتماع؟ ابو دعاء المدعو ابو دعاء العيساوي هو المساعد العسكري او الجهادي او ما يسمى المساعد الجهادي لمقتدى الصدر، اوعز الى اجتماع في ساحه التحرير في حديقه الامه، اجتمع مع في احدى الخيام مع العديد من رؤساء التنسيقيات، و قال بالحرف الواحد لبعض النشطاء انهم مستعدين للانسحاب من المطعم التركي ومن ساحه التحرير، ومستعدين للاعتذار من الثوار ومن الناشطين، وثالثا مستعدين على التخلي عن دعم اياد توفيق محمد توفيق علاوي وعدم منحه الثقه في الحكومه الا انه طلب انسحاب من ساحه التحرير. هذا الطلب جوبه برفض عارم من اغلب الناشطين. يحاول ابو دعاء العيساوي اراد بهذا الاجتماع انهاء التظاهرات والاعتصامات في ساحه التحرير. نعم بالضبط بالضبط، هو اراد بهذا التكتيك اراد انهاء الاعتصامات، واعتقد هي خدعه لا تنطلي على المتظاهرين. الناشطين يدرون واعين ومثقفين يدركون المخاطر التي تنطلي التي ربما تترتب على انسحابهم من ساحه التحرير. اراد اعطاء الحكومه مهله 3 أشهر للاستمرار و يرون هم المتظاهرين هم بانفسهم ماذا سيفعل محمد توفيق علاوي، لان اغلب المتظاهرين والنشطاء رفضوا هذا المقترح. نعم. وللامانه لم يحضر الا العدد القليل من التنسيقيات الموجوده في ساحه التحرير، الاغلب رفضوا ان يجالسوا القتلة من سرايا السلام المسمات القبعات الزرق. نعم سيد عبد الله، يعني اللجنة المنظمة للتظاهرات طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف المذابح التي يتعرض لها المتظاهرون، كيف ترى الدور الأممي تجاه الثورة؟
اخي الامم المتحده عبر رئيسه المنظمه جينين بلاسكارت لا زالت تمسك العصا من الوسط، فهي غير فهي لا تستطيع ان تنحاز الى اي طرف. هي تحاول احيانا تحاول ان تنقل الصوره المأساويه لساحه الاعتصامات، ثم تحاول جاهده الى انهاء الاعتصامات عبر ترحيبها بتشكيل حكومه محمد توفيق علاوي. الاعلان الاخير الامم المتحده رحبت بتعيين محمد توفيق علاوي، وهذا وهي تعلم جنين بلاسكارت تعلم ان محمد توفيق علاوي هو احد اعمده السياسه، يعني مشارك ومنتمي لحزب سياسي، وهذا لا وفي هذا لا يتم تحقيق مطالب المتظاهرين الذين يريدون رئيس وزراء غير منتمي للاحزاب. الامم المتحده لا زالت تمسك العصا من الوسط، لا زالت تنحاز الى هذا وذاك، لا تنقل الصوره كامله، ربما نقلت الصوره نقلت صوره المتظاهرين وما يتعرضون له من غازات سامه ومن عنف مفرط احيانا، لكنها بموقفها الاخير ومباركتها لمحمد توفيق علاوي قد ظلمت الشعب العراقي، وقد رايناها انها وقفت الى جانب السلطه. نعم، يعني وقوفها الى جانب السلطه وهذا الموقف الذي وصفته الذي تصفه انت بانها تمسك العصا من الوسط، يعني هل كان الموقف الدولي المكتفي بالادانات هو سببا لاستمرار القمع الحكومي؟ نعم، الموقف الدولي لا زال خجولا عن ازاء الثوره العراقيه، الكل يدرك بان امريكا والدول العظمى الدول الستة عشر التي ادانت العنف المفرط الذي يتعرض له المتظاهرون والثوار في بغداد والساحات الاخرى، الكل يعلم بان الادانه كانت خجوله، صح ادانوا لكن الادانه لا تتوافق والتطورات العظيمه الجسيمه التي حدثت في الساحات، مقتل العديد من المتظاهرين المدنيين، الغازات السامه، فض الاعتصامات بالقوه، حرق الخيام، هذا يتطلب ادانه دوليه من جميع الدول الغربية، خصوصا الدول الغربية التي تدعي أنها راعية للديمقراطية في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. يتطلب كان الأمر يتطلب إلى إدانة أكبر وإلى موقف حازم من قبل هذه الدول تجاه الحكومة العراقية، لكن لم نرى هذا الموقف إلى الآن. نعم سيد عبد الله، كيف تبدو الآن ساحة التحرير وما هي التحضيرات ليوم غد وهناك دعوات لمليونية طلابية؟ غدا إن شاء الله مليونية طلابية، كما قلنا سابقا في ناس في لقاءات سابقة، طلاب بيضة القبان، الطلاب هم الوعي، هم الثورة، الطلاب هم الثورة الجارفة التي ستجرف وتتكسح كل ما هو فاسد في البلد، الثوار هم الوعي، الثوار هم ثورة البلد، هم ثروة البلد في نفس الوقت، الطلاب هم عماد الثورة في كل الثورات سواء كانت مع أو ضد. الحمد لله الثوار الطلاب لا زالوا مع الثورة قلبا وقالبا، إن شاء الله يوم غد إن شاء الله ستنطلق ثورة، ستنطلق مظاهرة مليونية في المحافظات الجنوبية وفي ساحة بغداد، تعيد الزخم إن شاء الله، زخم المظاهرات الأولى التي بدأت يوم 25/10 و11/10 إن شاء الله، ستعيد إلى العراقيين ذاكرة 11/10 حينما خرجوا يطالبون بالوطن، وستعيد وستؤكد وستقوم مضاجع الحكومة إن الشعب هذا الشعب لا زال مصر على التغيير، لا زال مصر على أن يحكمه شخص عراقي غير منتمي لهذه الأحزاب الفاسدة. نعم، الناشط في التظاهرات عبد الله الفراجي كان معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.